اهلا وسهلا فيكم، بتشرفونا برمضان. في عنا بوفيه رمضاني بيتضمن اكثر من 50 نوع مقبلات بارده وسلطات. بالنسبه للطبق الرئيسي في عنا اكثر من 15 نوع بالاضافه الى المعجنات، الحلويات الرمضانيه والفواكه اكثر من 30 نوع. فترة الإفطار بتبدأ عنا من الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء، وفي عنا بوفيه سحور بيبدأ من الساعة 11 حتى 3 بعد منتصف الليل. مطعم اجواء كثير حلوه والخدمه رائعه جدا، وانا يعني انا من الناس كثير باجي مطعم ور صراحه برتاح فيه. وكل عام وانتم بخير، وكل عام والتلفزيون الاردني بخير، وكل عام وبلدنا الاردن ان شاء الله بالف خير يا رب، وان شاء الله دائما نكون هيك عايشين في راحه وامن وامان. وبشكركم وكل التوفيق ان شاء الله لكم. أكلاته طيبة وزاكية ومطعم كتير راقي، وإحنا كتير اليوم مبسوطين بالعادي هون. كتير حلوة الأجواء الرمضانية عنا بعمان، والجو بجنن بالذات بمطعم ورد. الأكل كتير زاكي وكل عام بخير، ويا الله على هالرمضان ما شاء الله كتير حلو. ما شاء الله الجرسين عليهم يعني عن جد توب، والخدمة كتير منيحة والأكل كتير زاكي. الأجواء هون عن جد كتير حلوة، القعدة كتير حلوة والأكل حتى كتير زاكي. مش أول مرة منيجي بناكل هون، بالعكس إحنا منيجي دائما يعني، والحمد لله والله ممتاز زي ما أنتم شايفين، لا في أزمة ولا في إشي، وكل شيء منظم وخدماتهم كثير ممتازة والله الحمد لله يعني. ورمضان بالأردن كلش حلو، ومطعم وردهم حلو، وعاشت إيديهم على الأكل وعلى القعدة كلها حلوة، كلش ممتازة، والمطعم الأكل طيب والمطعم يجنن، حلو حلو حلو. أسعارنا منافسة ومناسبة للجميع. أهلا وسهلا فيكم.